ثعبان غامض لا يموت، تم رصده بعيداً عن موطنه بمئات الأميال. أبلغ أحد سكان ولاية فيرجينيا مسؤولي الحياة البرية الأمريكية عن ثعبان غريب برأس على شكل نصف قمر يتحرك في المنطقة، حيث اتصل هذا الشخص بالخط الساخن في إدارة الحياة البرية في فيرجينيا، ما أطلق تحقيقاً في الواقعة. وكتبت الإدارة في بيان لها: نحدد آلاف الثعابين كل عام، لكن المشكلة هي أننا لم نشهد شيئاً كهذا من قبل، ولسنا متأكدين مما إذا كان غريباً عن الطبيعة. وقد وصف بأن طوله يبلغ تقريباً 10 إلى 12 بوصة، كما طلبت أن يقوم المتابعون بالتعليق على الخبر إن كان لديهم أي معلومات عن هذا الثعبان. وقد علق المتابعون أن الأفعى هي في الواقع دودة مطرقة الرأس، وهي من الأنواع الغازية من آسيا، ويقال أن الديدان سافرت إلى الولايات المتحدة من خلال تجارة النباتات منذ عقود، وأصبحت أكثر شيوعاً في المنطقة منذ ذلك الحين. وهذا المخلوق الغريب لا يتميز فقط بأنه يملك رأساً مثل رأس القرش ذو المطرقة، ولكن عند قطعه إلى نصفين فإن كل نصف منه يبقى على قيد الحياة، وهذا ما يجعله خالداً. تتنوع ديدان المطرقة المسطحة في الألوان والأنماط، فبعضها فاتح اللون والبعض الآخر بني غامق، ويمكن أن تحتوي أيضاً على أنماط ملونة مرسوم على ظهورها. أما التي ظهرت مؤخراً في فيرجينيا فهي بنية بالكامل، وبالرغم من مظهرها الغريب والمخيف لكنها غير ضارة بالبشر أو بالحيوانات الأليفة.